أين تقع المدينة؟ أ. الفلبين، ب. اليابان، ج. الصين، د. كوريا الشمالية. الإجابة الصحيحة هي أ. الفلبين. متى تأسست المدينة؟ أ. 1675، ب. 1635، ج. 1761، د. 1589. الصحيحة هي ب. 1635. ما هو حجم المدينة؟ أ. 56.2 ميل مربع، ب. 546 ميل مربع، ج. 546.2 ميل مربع، د. 984.2 ميل مربع. الإجابة الصحيحة هي ج. 546.2 ميل مربع. في أي قرن تقول أن المدينة تأسست؟ أ. التاسع، ب. الرابع عشر، ج. العاشر، د. الثالث عشر. الإجابة الصحيحة هي د. الثالث عشر. متى وصل الإسبان إلى المدينة؟ أ. 1578، ب. 1543، ج. 1521، د. 1567. الإجابة الصحيحة هي ج. 1521. ما نوع الأسماك التي تشتهر بها المدينة؟ أ. السردين، ب. السلمون، ج. باسا، د. سمك السلوري. الإجابة الصحيحة هي أ. السردين.